فرصة سعيدة اليوم أن نكون في مهرجان ليوى عجمان للرطب، وأعتقد أنه هذا المهرجان أصبح يعني له سمة خاصة ذات علاقة اقتصادية وعلاقة تراثية وعلاقة مع طبيعة الأرض في دولة الإمارات. كما نرى الكثير من أنواع الرطب والتمور موجودة في هذا المهرجان، وكل الأمور المتعلقة بالصناعات القائمة على قضية زراعة النخيل في دولة الإمارات. الحلو في هذا المهرجان انه هو فيه الكثير من الفعاليات لكل الفئات، فئات الأسرة بالتحديد، للأطفال، للسيدات وللرجال. كثير من الاستمتاع موجود. اشكر اكيد القائمين على هذا المهرجان الطيب، وان شاء الله في السنوات القادمة يكون اكبر وافضل ويحتوي عارضين ومؤسسات محلية اكثر من الموجود.